تصالحت أوزجياجيز مع جوك بيرك ديميرج. الأخبار الجديدة عن الممثلين المشهورين أثارت إعجاب معجبيهم. حققت سلسلة من الروايات الرومانسية وبدأت علاقة أوزجياجيز وجوك بيرك ديميرج اللذان التقيا في موقع تصوير مسلسل الوعد. وضعت أوزجياجيز وجوك بيرك ديميرج اللذان كانا معا لسنوات عديدة حدا لعلاقتهما قبل بضعة أشهر وأذهل الجميع. قرر الزوجان المشهوران أن التحضير لحفل الزفاف الانفصال وفاجأوا معجبيهم بهذا القرار. كانت أوزجياجيز وجوك بيرك ديميرج على جدول أعمال المجلة مثل القنبلة بسبب أخبار انفصالهما عندما قررت أوزجياجيز مغادرة المسلسل التلفزيوني يمين، والآن هي تشارك في مسلسلها التلفزيوني الجديد بابا. بعد أنباء الانفصال ظهرت مزاعم مختلفة حول أوزجياجيز. زعم أن أوزجياجيز بدأت علاقة جديدة خاصة مع شريكها في مسلسل هاكان كورتاش، لكن تبين أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. عندما انفصل وجوك بيرك ديميرجي توقفوا عن متابعة بعضهم البعض على انستغرام، ولكن يزعم أن قصر الانفصال قد انتهى الآن. قررت أوزجياجيز وجوك بيرك ديميرجي منح حبهما فرصة أخرى. أكد اللاعبون الذين تابعوا بعضهم البعض مرة أخرى على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي هذه المزاعم. معجب الممثلين يريدون منهم مشاركة الصور السعيدة مرة أخرى على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومواصلة استعداداتهم للزواج من حيث توقفوا. حسنا، هل تعتقدون أن جوك بيرك ديميرجي وأوزجياجيز سيكونون سعداء مرة أخرى؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. ودعاً.